أهلا وسهلا بكم لنتابع دراسة تمثيل الأعداد كجزء من أساسيات البرمجة والإعلاميات. في هذا الدرس سنتابع ما وصلنا إليه في الدرس السابق، الدرس الذي كنا تعرفنا فيه على أول طريقة لتمثيل الأعداد السالبة أو الأعداد بإشارة بصفة عامة. هذه الطريقة التي قلنا أنها تسمى بالإنجليزية بالسايند ماجنيتود ريبريزنتيشن أو بال طريقة التمثيل بها الإشارة والقيمة المطلقة بها عدة مشاكل قلنا أننا سنتعرف عليها بتفصيل في هذا الدرس، لكن قبل ذلك سنسترجع الخطوات المتبعة لتمثيل الأعداد بهذه الطريقة انطلاقا أو اعتمادا على مثال قدمته في الأسئلة. وذكر دائما أنه في المجمع توجد دائما أسئلة تحت الدروس، أسئلة مصحوبة بأجوبتها. نحن سنأخذ مثال بسيط فقط، مثلا هذا السؤال: حول الأعداد العشرية التالية للنظام الثنائي باستخدام طريقة الإشارة والقيمة المطلقة بحجم 8 بت. بالنسبة للعدد ناقص 5 هو الذي أخذناه كمثال للشرح عليه في الدرس السابق، يمكن الرجوع له. والآن سنأخذ العدد ناقص 15 ونحوله اعتمادا على هذه المعطيات التي أعطيت لنا: طريقة الإشارة والقيمة المطلقة والحجم 8 بت. إذن أول شيء سأكتب الحجم الذي قلنا أنه 8 بت. إذن هنا لدي n تساوي 8، والعدد الذي أريد أن أمثله هو العدد ناقص 15 بطريقة القيمة الإشارة والقيمة المطلقة sign magnitude representation. إذن الطريقة كما قلنا في الدرس السابق تعتمد على خطوتين. الخطوة الأولى هي أن أمثل القيمة أو الإشارة في البيت المسمى بالبيت الأكثر أهمية الـ MSP، والخطوة الثانية هي أن أمثل القيمة المطلقة في بقية البيتات. الآن لدينا الإشارة هي ناقص، الإشارة هي ناقص، معنى ذلك أن البيت الأكثر أهمية الـ MSP الذي يكون على أقصى اليسار يساوي 1، إذن هنا سيكون لي 1. يبقى لي الآن أن أمثل الميتات المتبقية التي هي 7 بت، لأن لدي 8 بت، بت 1 هو الـ MSP مثلته بواحد لأن الإشارة سالبة، تبقى لي 7 بت يجب أن أمثل بها أو فيها أمثل القيمة المطلقة للعدد ناقص 15. القيمة المطلقة للعدد ناقص 15 هي مقابله الموجب أي 15 في النظام العشري، وحولها للنظام الثنائي بالطريقة التي رأينا في الدروس الأولى، دروس تحويل العدد من نظام إلى آخر، هنا من النظام العشري للنظام الثنائي، أي أني أتبع طريقة القسمة المتوالية على 2، فسأحصل على أن 15 هي 1 1 1 1، إذن 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8. لكن أنتبه إلى أنه يجب أن أمثلها بسبعة بت، لأن هنا لدي 8 1 مثلت به الـ MSP، يبقى لي 7 بت سأمثلها بالقيمة المطلقة، لذلك أكمل هنا بثلاثة أصفار. إذن هذا هو تمثيل القيمة المطلقة، وأعد لي العدد فأكمله بالقيمة المطلقة 0 0 0 1 1 1 1. إذن 1 0 0 0 1 1 1 1 هو تمثيل العدد ناقص 15 في النظام الثنائي بثمانية بت بطريقة signed magnitude representation. الآن نمر للمشاكل التي بهذه الطريقة، لكن قبل ذلك أشير إلى أنه في الدرس الأسئلة ستجدون هنا عدة أسئلة، مثلا يمكن الضغط هنا لنرى الحل. ناقص 15 فعلا هو 1 0 0 0 1 1 1 1، وهنا ب 16 بت يمكنكم ملاحظة الفرق، وأسئلة أخرى ستجدونها دائما أسفل الدروس، الروابط تكون دائما في وصف الفيديو على اليوتيوب. نمر لمساوئ أو للمشاكل التي بهذه الطريقة. أول شيء أو أول مشكلة سنحاول التعرف عليها هي تمثيل العدد صفر. لنأخذ n تساوي 4 فقط للتسهيل كي لا نطيل. n الحجم هو 4 والطريقة هي طريقة الإشارة والقيمة المطلقة. إذا قلنا لو قلنا أن العدد صفر عدد موجب، العدد صفر يمكن أن نعتبره عدد موجب وعدد عدد سالب. لو قلنا أن العدد صفر عدد موجب، يعني هو يمكن أن نكتبه على هذا الشكل: زائد صفر عدد موجب في النظام العشري، ونريد أن نحول أو نحوله أو نمثله في النظام الثنائي بهذه المعطيات n تساوي 4 طريقة الإشارة والقيمة المطلقة.
فبما أنه عدد موجب فالـ MSB سيأخذ القيمة الصفر، وثلاث بيتات المتبقية هي القيمة المطلقة. القيمة المطلقة للعدد الصفر هي الصفر الصفر الصفر، فيكون هذا هو تمثيل العدد الصفر في النظام الثنائي. يمكن أن أكتبه أيضا على شكل صفر واحد فقط، لأن أصفار على اليسار ليس لها أهمية. لكن لو قلت أن العدد صفر عدد سالب، أي أنه يمكن أن أكتبه على ناقص صفر على هذا الشكل، ف بما أنه عدد سالب فمعنى ذلك أن الـ MSB سيأخذ القيمة واحد، والقيمة المطلقة ثلاث بيتات المتبقية، قيمة مطلقة للصفر هي الصفر، فيكون هذا هو تمثيل العدد الصفر كعدد سالب. إذا نلاحظ هنا أنه لدينا تمثيلين للعدد الصفر على حسب هل نعتبره عدد موجب أو عدد سالب. إذا تمثيل مزدوج لعدد واحد، وهذه مشكلة كبيرة، لأن أصلا في النظام الثنائي لدينا عنصر، لدينا الصفر والواحد، فلو كان لدينا تمثيل مزدوج لعنصر من هذين العنصرين فهي مشكلة كبيرة. إذن هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية متعلقة بعملية الجمع. سنأخذ n أيضا تساوي 4، ونأخذ العدد ناقص واحد، نأخذ العدد ناقص واحد في النظام العشري. لو حولناه إلى النظام الثنائي بN تساوي 4 بطريقة الإشارة، والقيمة المطلقة بما أن عدد سالب الـ MSB يساوي واحد، والقيمة المطلقة ناقص واحد هي واحد، بثلاثة بت المتبقية هي صفر واحد في النظام الثنائي. وسأخذ العدد 2 في النظام العشري. لو حولتها فهي بما أنه عدد موجب فهي MSB يأخذ صفر، والقيمة المطلقة لي 2 هي نفسها 2، أي 1 0، لكن بثلاثة بيت هي 0 1 0 في النظام الثنائي. الآن سأقوم بعملية الجمع، ونرى ما هي النتيجة التي سنحصل عليها. إذن عملية الجمع بالنسبة للعددين العشريين ناقص 1 زائد 2 أو 2 ناقص 1 هي 1، إذن في النظام العشري. لكن لنرى في النظام الثنائي، وهنا يمكن الاعتماد على الدرس الذي قدمته، درس الجمع في النظام الثنائي، ففيه الأشياء الضرورية لمعرفة كيفية جمع عددين في النظام الثنائي. إذا لدينا هنا بالنسبة للنظام الثنائي لدينا 1 زائد 0 هي 1، ولدينا 0 زائد 1 هي 1، ولدينا 0 زائد 0 هي 0، ولدينا 1 زائد 0 هي 1. إذا في النظام الثنائي الآن تبقى لنا، أو ما يجب أن نقوم به، هو أن نحول هذا العدد إلى النظام العشري ونرى هل فعلا يساوي واحد أم لا. كيف نحوله؟ نعتمد على نفس الخطوات التي رأينا في الدرس السابق، تمثيل أو تحويل عدد من النظام الثنائي للنظام العشري باستخدام طريقة الإشارة والقيمة المطلقة. يجب أن لا ننسى ذلك، أننا نستخدم الآن طريقة الإشارة والقيمة المطلقة، ولدينا n تساوي 4. إذا بما أن n تساوي 4 فمعنى ذلك هذا هو الـ MSB، أي أن العدد سالب. إذا هذا هو الـ MSB العدد سالب، والقيمة المطلقة هي البيتات المتبقية 0 1 1. لو قمنا بتحويلها للنظام العشري فهي 1 زائد 2 أي 3. معنى ذلك أن هذا العدد يخالف 1، وهذه هي المشكلة، مشكلة الجمع في طريقة التمثيل بالإشارة والقيمة المطلقة، أنك حين تقوم بجمع العددين في النظام الثنائي فلا تحصل على النتيجة الصحيحة. إذن هاتين هما المشكلتين الموجودتان في طريقة تمثيل الأعداد أو الأعداد بإشارة بطريقة الإشارة والقيمة المطلقة Signed Magnetic Representation. لهذا هذه الطريقة لا تعتمد بكثرة في تمثيل الأعداد في الحواسيب، بل هناك طرق أخرى سنتعرف عليها في الدروس المقبلة بنفس الطريقة. يكون دائما على المعتقد درس لشرح الخطوات ودرس تطبيقي نرى فيه مثال أو مثالين، ومن بعد مشاكل الطريقة في حال كانت بها مشاكل. بالنسبة للطريقة المقبلة تسمى بالمتمم الأحادي أو المكمل الأحادي Once Complement، وهي التي سنتعرف عليها في الدرس المقبل إن شاء الله. إذا نلتقي في ذاك الدرس، إلى اللقاء.